لما كنت تحكي لانثوزياست مثلا كلمات مثل تيربو كنا نخاف من التيربو لاج، لما تحكي كنت عند هايبريد فعلا عن جد هايبريد ممكن واحد يضيف شيء هايبريد يكون كول، بس لما تعمل كومبينيشن لتيربو وهايبريد بتكنولوجي جديد على سياره فيراري جديده انت بتتوقع انه خلص فيراري يكونوا ختموا، وهذا بالضبط اللي صار. قال هاي على اساس الصغيره منهم، هاي الصغيره هاي هي الفيراري 296 الجي تي اس، والفيرجن اللي معنا هو الاسيتو فيورانو. هاي السياره اللي هي طالعه من فيراري ما صار لها كم سنه، هايبريد اللي خلينا نحكي كانت ثاني ستيب بتحول نظام الطاقه بفيراري. من فترة دخلت فراري على عالم السيارات التوربو من بعد ما تحولت من 458 لل 488، والناس قالت انه فقدت شوي من احساس السيارة وفيها توربو لاج، بس الارقام اللي كانت عم تطلعها هذيك السيارة كانت ممتازة، عشان هيك كملوا على F8 Tributo وحسنوا منها، وهلا نزل في عنا مش سكسسر لانه هي لا تعتبر بديل لل F8 Tributo، هي تعتبر خلينا نحكي جيل جديد من سيارات الدينو. الدينو 246 الزمان القديمة هي كانت الفراري اللي 6 سلندر، وهلا كملوا عليها بنظام اللي هو 6 سلندر توين توربو وهايبريد نفس الوقت. ارقام فظيعه، يعني نحن نحكي عن سيارات انه هايبريد وتوين توربو وصغيره و6 سلندر، لكن هاي السياره اللي عم تعطينا اياها هي 819 حصان من 0 ل 100 ب 2.9، ارقام خياليه على هيك سياره. ولاحظتوا اني حكيت باسمها هي 296 الجي تي اس، الجي تي اس هي الكشف، وبعدين في عندنا الاسيتو فيورانو. حكينا عن موضوعين، انه السياره اول شيء تيربو وثاني شيء هايبريد. هلا الهايبريد نحن متعودين انه بيتقل السياره بصير وزنها عالي، هلا السياره حكوا فراري انه هي 1490 كيلو تقريبا، اقل من 1500 بشوي، حولت للهايبريد، حولت للنظام الكهرباء، فراح الصوت كليا اسمعوني احسن. نحن متعودين انه الهايبريد بيزيد الوزن من السياره، لكن اول شيء عم بيساعدنا انه يصير اللي عم بيصير هلا اللي هو انك تسوق بهداوه، وخاصه بمدن باوروبا كانت في مناطق ممنوع تسوق فيها بسيارات انبعاث داخلي او الانترنال كومبشن او سيارات اللي بتطلع انبعاثات، فبسهوله ممكن تحول على النظام الالكتريك وتمشي عادي. انا هلا على هايبريد، في الحاله حولت لما حست انه ما في داعي ان اكون على الفول بنزين لاني عم بسوق 60 كيلو. عشان تسمعوني نرجع لموضوع الهايبريد، في بطاريه بالسياره وفي موتور كهرباء، هذا الاشي اوتوماتيكلي بيزيد وزن، لكن ما زاد الوزن عن الاف اتريبيوتو الا بشوي. عملوا أكم من حركة بنظام الطاقة بالسيارة لقدروا أنه يخلوا الوزن قليل، بس لسه الوزن صار كتير، يعني نحن عنا 60% من الوزن لورا وعنا 40% لقدام. بتحس فيه بالسواقة، بتحس فيه شوي، أكتر شيء حسيت فيه لما أكون على سرعة عالية عم بدعس بريك قبل ما أفوت على كورنر، السيارة ما عم بقدر ألاقي وين البريكينج بوينت تبعها أو وين مكان لازم أوقف فيه عشان أفوت الكورنر بإنتري حلو عشان أطلع منه بإكزت حلو. هذا اكثر شيء حسيته موجود بال 296 اللي معانا هلا حاليا، بس الباور اللي عليها باور مخيف. هلا انا ممكن اجبرها نعمل زي هيك ولا رجعي شغلي لي الانجن، بس كمان لما احط على هايبريد وادعس كامل الموتورين بيشتغلوا مع بعض. الريف ليميتر عم بيسكر على 8500 ار بي ام. تسارع السيارة مع النظام اللي عليها من 0 ل 100 2.9 سكندز 2.9 ثواني، بس تسارع من 0 ل 200 ب 7.6 من الثواني اللي هو شيء كثير سريع. يعني بتعرف سرعة هايابوسا 1300 أو أسرع من الجي تي 2 ار اس، أسرع من الاف 8 تريبيوتو، أسرع من التي دي اف كمان. هاي التطور بالتكنولوجيا اللي عم بيحكوا عنه، إنه التطور لما يزيد كيف حتصير السيارات هيك حتصير. خلينا نحكي التدخل بين التنفس اللي هو الانحراق الداخلي والتيربو والهايبريد صراحة منتظم مع بعض، لأنه في كلتش كمان على الموتور الكهرباء لحاله، فعم بيزيد التناغم بينهم كلهم، يعني بيسهل حوالي عملية التحويل. وآي ثينك في شركات تانية لسه عم تشتغل على هذا الشيء، وللأسف ما جابوه زي فراري. انتم متخيلين أنه فراري نزلت بال 296 ولهلا نون ستوب بيعها، ما وقف بيعها، ولا واحدة من السيارات صار عليها مشاكل، ولا صار عليها ريكول، ولا صار عليها انه فيها غلط بتحويل الباور. فصراحة البرودكت كواليتي والكواليتي اشورنس من فراري حاليا لا يعلى عليه، وانا صراحة ما شفت
اي سياره بهالكواليتي بهالتطور من اول مره بينزل على السوق، وفعليا الكل متطلب هذا البرودكت وما عليه اي مشاكل. الاصوات اللي على الانجن رهيبه، الانجن اللي قاعد وراي كثير مميز. هلا هو 120 درجه فتحته عن الهيد باب السياره، 3000 سي سي في 6 بس عم بيطلع لحاله من دون اي طاقه تانية مع التيربو طبعا فوق 600 حصان من في 6. فلا ناس تقعد تحكي انه في 6 حيكون ضعيف بدها في 8 السياره، هي واحد. اثنين على موضوع الصوت، هلا السياره عليها دراي سامب اويل بان، يعني بيصير نظام الزيت او ضخ الزيت احسن، يعني بتخلي انه توصل السياره ل 8500 ار بي ام بكل راحه، يعني هذا صوته عالي. بالمصنع بيسموا هذا الانجن، عم بيسموه اعطوه لقب البيكولو في 12، يعني ذا بيبي في 12 او الفي 12 الصغير، لانه كتير بذكرهم بالفايرنج اوردر تبع الفي 12. وصوته مع الايكوال لينث، انه كل الاكزوست والهيدرز كله نفس الطول، مع الدراي سامب مع الاي ار بي ام كله عم بيعطي شعور انه زي كانه بيبي في 12. فالصوت ما راح، والاهم من هيك مع نظام الهايبريد الرياكشن تايم تبع السياره مع انه تيربو بس سريع وانستنت، يعني انت ما عم تستنى وقت ليعطيك بوست التيربو، لا الباور جاي على السريع. يعني مثلا هاينا هيك على كورنر، ما في داعي انك تستنى ليجي الباور، لان الباور انستنت جاي على السريع على السياره. فهمتوا عن موضوع السياره وكل شيء حكيت لكم اياه، ارقام تفاصيل معلومات بشكل عام لسواقة السيارة بشكل عام. أول ما أقعد بالسيارة أحلى كواليتي وبلد أنا بشوفها بهاي الفئة، لأنه عليها ديتيلز صغيرة جدا اللي عم بتضيف لقيمة السيارة. أنت مش راكب سيارة صغيرة، أنت راكب سيارة عن جد فعليا عم بتاخد اسم فراري ولسه مخليته فوق، ما تحكي إنه سيارة صغيرة. هي واحد. اثنين الستيرينج ويل الريسبونس تبعه رهيب، بتحس فيه خفيف. أتوقع بسبب عنا سببين. أول شيء إنه وزن السيارة مركز وراء أكتر، ولما تدعس بيكون الجريب والوزن كله رايح لورا، هي واحد. اثنين أنا تمنيت لو الإطارات اللي على السيارة كانوا أحلى. ما بعرف شو صار مع الإيطاليين شوي هالفترة، متغيرين شوي، عم بيغيروا عن الناس متعودين عليهم. السيارة عليها بريدستون، ما شفت أنا بريدستون عليها من قبل، بس على لاترال أكسلريشن أو أكسلريشن دغري الجريب موجود، البريكنج ممتاز لانه عندنا سيراميك بريكس طبعا كثير كبار. سسبنشن السياره كثير حلو، خاصه انه نحن عندنا اساتو فيرانو، يعني بيجي الاستفنس فيه اعلى شوي، كله راكب مع بعضه. بالنسبه لي انا سوقت سيارات ثانيه بنفس الفئه شعورها غير، شعورها اول شيء انه ستيبل اكثر، شعور ثاني شيء انه الباور كثير اعلى. يعني نحن بالباور اللي عندنا اياه 820 حصان اتوقع من اعلى الفئات. باور ريسبونس ما حسيت بأي سيارة تانية بهاي الفئة، يعني على السريع أنا ما كنت عم برمي وزن ولا كنت عم بشد على السيارة، إنه بس بموضوع إني أنا دعست شوي زيادة على كورنر معينة بوزن معين، قدرت إني على السريع تو بريك تراكشن، أطلع من التراكشن والسيارة تسوي دريفت بسيط وكنترولبل، مش زي الفراري التانيين. بالعادة الفراري متعود عليهم أول ما تدعس وتزيح شوي بسهولة إنه تفلت، بس السيارة عن جد فعلا متماسكة، والجيومتري اللي قدام ماشي مع ورا وقادر انه ياخذ السياره يعملها كنترول للشاسي بشكل حلو صراحه. فراري عملت شغله قبل اللي هو انه نزلت الاس اف 90 قبل ما تنزل ال 296 وما كانوا حاكين عنها. الاس اف 90 بنعرفها اللي هي فوق ال 1000 حصان، السياره هايبريد تقريبا سيميلر، نظامها قريب على نظام ال 296 بس عليها محرك اكبر اللي عم بيعطيها الباور اكبر. بس نزلت ال 296 كثير من الاونرز او ملاك الاس اف 90 وشافوا 296 باعوا سياراتهم وراحوا على 296. بقول لك انا بالنسبه لي بتناسبني اكثر، لانه الباور تبعها تبع ال 296 تقدر تستعمله، يعني الطاقه او القوه اللي عم تعطيك اياها السياره مستعمل، تقدر تستعمله بالحياه الطبيعيه بحياه كل يوم. لكن الاس اف 90 جدا قويه وبدها وقت كمان لتشحن وتعطي تطلع الباور تبعها كله، فعشان هيك شوي صعب كان على الجماعه انه يستعملوا كل الباور تبعها. 296 هي خيار افضل بالنسبة إلي من الأسف 9.
يا ربي اسمع الباور رهيب، الباور رهيب. الصوت حلو انه ما في ولا صوت زقزقه بالسياره، صوت السياره بشكل عام مرتب، البيلد كواليتي واضح انه السياره رائعه. لا شيء بزقزق، لا عندك العداد ولا الباب ولا شيء ولا السقف، ما في اي شيء بزقزق، بس تسمع صوت الانجن وبشكل عام البرفورمانس تبع السياره اللي عم تطلعوا على الارض. هاي كانت تجربتنا للفراري 296. صراحة سيارة كنت مستني أسوقها لفترة وكانت عليها علامة استفهام عندي، بس أثبتت شيء بعالم تطور التكنولوجي من ناحية الكومبينيشن الهايبريد والتربو مع بعض لطلعت الباور للبرودكت هاد. إن شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقة من سترايف ميدل إيست. أنا عبدالله الجعفري، ولا تنسوا تسوون لنا سبسكرايب ولايك وتكتبون تعليقاتكم بالتعليقات تحت. على فكرة السيارة أسعارها بالسوق الرمادي أو الجري ماركت مثل ما بيحكوا له تضاعف بشكل رهيب. سعرها كان يبدأ من 1.1 أو 1,100,000 للسيارة العادية، الكشف 1.3 تقريبا، بس هلأ حاليا السعر ما عم تلاقيه بأقل من 1.6 و 1.7 إن كانت العادية أو الأسد في فيرانو. فإذا كنتوا مفكرين تلاقوا هاي السيارة للأسف يمكن وضعكم حيكون شوي صعب، بس إذا كنت مقتنيها سيارة فعلا لازم تسوقها ولا تخليها عشان يزيد سعرها لقدام، سوقها.